ناخذ جوله، ناخذ انطباع عام عن الفعاليات في الرياض اليوم وش اللي قاعد يصير. خلونا ننتقل الى وادي نمار، هناك الزملاء احمد العثمان زميل نزار العلي معه، وزميل نزار العلي ايضا مع احمد ونزار. تسمعوني؟ نعم اسمعك، اهلا وسهلا. انتم في وادي نمار الان، وش اللي عندكم؟ نحن اليوم أنا وزميلي نزار في وادي نمار اللي راح تقام فيه بإذن الله مسيرة التأسيس. أهلا وسهلا نزار. أهلا وسهلا أحمد، كل عام وانت بخير. كل عام وانتم بخير سامي مالك وجميع مشاهدين على شاشة كل العرب MBC في هذه التغطية الخاصة اليوم التأسيس. بالفعل إحنا اليوم في وادي نمار، وهو أحد المواقع أحمد اللي راح تحتفل بيوم التأسيس. هذا اليوم اللي نفخر فيه بأجدادنا وبتراثنا وبأصالتنا وبتاريخنا أيضا. أحمد اليوم وانت في المسيرة كنا نتفرج أو بروفات المسيرة من يوم دخلنا وادي نمار، شفنا التنوع، شفنا الثقافة، شفنا الاختلاف في الفعاليات التي راح تقام في وادي نمار. كيف شفتها؟ كنا محظوظين نزار، هذه المسيرة اللي بتكون في وادي نمار، هذه المسيرة الضخمة والكبيرة والإعداد اللي نعرف أنه استمر لأسابيع في هذه المنطقة، إيش طبيعة هذه المسيرة؟ إيش راح يشاهدوا الناس اللي موجودين عندكم وحتى مشاهدين MBC راح يتابعوا في هذه المسيرة؟ صحيح سامي، حنا حظينا أنا وزميلي نزار قبل شوي بمشاهدة البروفات. قد يكون هنالك أكثر من 3500 مؤدي لمسيرة التأسيس. مسيرة التأسيس تتنوع إلى 5 أقسام، شمال وشرق وجنوب من المملكة، وكل قسم يحظى بنوعين من الفنون. يمكن نزار شفت أنت أيضا حتى المسيرات الموجودة اليوم اللي راح تكون موجود أكثر من 10 مسيرات. إحنا في واحد شفنا أحمد قبل شوية وأنت قاعد يسوي بروفة، نبغى نتعرف عليه ونشوف من أي منطقة مشارك. تفضل معنا، تفضل معنا. أول شيء عرفنا باسمك. راكان أحمد الزهراني. أحمد قبل شوي أنت جالس تمشي وتسوي البروفات، أنتم من المشاركين في 10 مسيرات أحمد اللي موجودة. صحيح. احكي لي عن مشاركتكم في هذا اليوم في هذا المكان تحديدا. مشاركتنا طول عمر السلام عبارة أننا نعرض العرضة حقتنا، تراثنا، تراث الباحة، بيت الباحة، ندي بروفات وعرضتنا. أعطيني قصيدة قبل شوي سمعتك تقول قصيدة. يقول يا لا 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 يا واجد عين اللي تفرع عن على عدايهم سلطان بابو ريلا والترك من ورايهم يوم اعتزوا زهران من خلف بالرقوش لا فادته سلطه ولا فادته قروش 12 طابور محروق في الميدان ب400 خيال قول ابن ثامره. يعطيك العافيه ركان، شكرا لكم على القوه. يعني احمد هذه احدى الانواع او احدى الثقافات الموجوده في المملكه، هذه يمثل المنطقه الجنوبيه اليوم كان لهم مشاركه في وادي نمار. ايضا لا ننسى العروض الجويه اللي ايضا موجوده احمد اليوم. صحيح، اليوم ممكن يا نزار يعني دائما ما نحتفل في السعوديه وتكتسل تكتنز المنازل او البيوت والشوارع باللون الاخضر. اليوم احنا كلنا متوحدين بلباس واحد، اللي لابس لباس الجنوب واللي لابس لباس الشمال، وحنا بعد لابسين لباس نجد. وانت تعتقد يا نزار هذه احمد؟ لا، هذه حقت المنطقه الجنوبيه اللي هي عفوة. نفس البشت اللي عندك بس كانت تسمى بالجبه في القادم في القديم، فهذه هي من ثقافه المنطقه الجنوبيه. انت احمد اليوم اظل لابس المنطقه النجديه. وشكرا على فزتك. إيه ترانا ما اعطيه الشماغ عشان بس يعرفه احمد، يعني كان جايب شماغ بس مو من الشماغ الاصاله القديم، فساعدته اليوم في لبس الشماغ هذا. لكن اليوم باذن الله انا ونزار محظوظين جدا جدا بهالمكان اللي راح تقام فيه المسيره على 10 وحدات. كل مسيره تحكي مسيره تاسيس السعوديه منذ التاريخ الاول. ايضا الاوبريت اللي موجود اليوم بقياده الفنان فنان العرب محمد عبده، قبل شوي كنا نسمع أنا وأنت أحمد في البروفات. أيضا زي ما ذكرنا العروض اللي راح تكون موجود في الجو، أيضا المسيرات اللي إحنا جايين أنا وأحمد نمشي في وادي نمار، كنا نشوف الإبل، نشوف الأحصنة، نشوف يعني جميع الأنواع التراثية راح تكون موجودة. أيضا الفنون الشعبية أحمد، قبل شوي أنا وأنت نتفرج من جميع مناطق المملكة، نتكلم على الشمال، على الجنوب، على الشرق، على الغرب، العرضة الجنوبية، السامري، الدحة، كلهم مشاركين اليوم. صحيح، أنا عجبني تعال تفضل تفضل روح. جميل، اليوم لابس لبس زي سعودي. اي نعم. اليوم جاي تحضر المسيره؟ نعم. وش لبسك هذا؟ لبس الملك فيصل رحمه الله.
شكرا لك يا حبيبي. شكرا لك العافية. شكرا حبيبي. حتى الأطفال، مشاركة الأطفال في هذا المكان مختلفة أحمد، يعني توحدوا باللبس السعودي الأول. كل واحد قاعد يلبس اللبس التراثي اللي يحبه واللي يعنيه، أو حتى لو يمثل منطقته. صحيح، احنا مستمتعين. احنا ممكن نرجع للزملاء في الاستوديو، يعني باذن الله راح نعاود للكزار. يعطيكم العافيه من وادي نمار وتغطيتكم لهذه المسيره الكبيره والضخمه اللي موجوده في وادي نمار. كل المدن السعوديه وكل المناطق السعوديه اليوم تحتفي بهذه المناسبه، مناسبه حفرت في جذور. قول يا احمد معك. لكن يا سامي، ترى نزار من اول ما جينا وهو يحب احد يثني على لباسه اليوم. يعطيكم العافية يا أحمد. شكرا جزيلا لك أنت ونزار. يعطيكم العافية.